الدكتور نور الدين مصطفى، تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. أهم ما في الممثل هو تعبيرات وجهه، وأهم ما في تعبيرات وجهه هو الابتسامة، وأهم ما في الابتسامة طبعاً الأسنان. توم كروز واحد من مشاهير هوليوود اللي قام بعمليات عديدة لتغيير شكل أسنانه. طبعاً غالباً هننسى شكل أسنانه المخيف القديم لأنه قام بعمل التغييرات مبكراً في بداية مشواره الفني. نجم هوليوود بدأ حياته بأسنان صفرة معوجة وغير مصطفى، بعدها قام بعمليات لتبييض وتقويم الأسنان، لكن ما كانتش كافية، فقام بزراعة أسنانه الأمامية كلها وأوقف معاناته. كمان الممثل الشاب زاك اللي اشتهر من أول فيلم الجيران، قبل ما يوقع عقده مع ديزني كان مضطر لإصلاح أسنانه الغير متساوية، ده طبعاً غير تبييضها، ومن ساعتها ومعجباته من المراهقات بيفقدوا وعيهم قدام ابتسامة زاك. واضح إن معظم ابتسامات هوليوود جمالها من صناعة طبيب الأسنان. أهلا بكم. الجميع الآن يبحث عن تجميل الأسنان. كل الناس، مش شرط بقى نقول إنه كان من زمان يقول لك إيه هوليوود سمايل عشان نسبة إلى نجوم هوليوود، لا يا باشا، هو كله دلوقتي، أنا بقول دلوقتي كل حتة في مصر، في كل مكان في مصر تحتاج إلى سمايل. اللي بيشتغلوا في أي مهنة، سواء مدرس، محاسب، بيشتغل في بنك، بيشتغل بيقابل جمهور، أيا كان نوعه، بيشتغل أي حاجة، يعني حتى لو أقول لك بيشتغل مهن عادية ما تستلزمش التجميل وأوائل الخير، لا، كله بيتطور على التجميل. لكن التجميل دايما، تجميل الأسنان دايما بشبهه ب خطوة، لو خططها صح هتبقى سعيد وفرحان بشكلك، وكل الناس اللي تشوفك تقول الله إيه اللي ابتسامة الجميلة دي. لو خططها غلط، أولا فلوسك راحت، ثانيا الفلوس مش كل حاجة، بس طبعا يعني في الزمن بتاعنا ده أكيد شيء مزعج جدا أن أنت تخسر فلوسك. حاجة تانية، أكيد في أخطاء تمت، أكيد في أخطاء وظيفية تمت، والحته دي هنتكلم عليها النهارده، ان الخطا في التجميل مش مجرد في رايي انا كمش محترف خطا شكل، لا، اكيد في وظيفه حصل فيها خلل طالما التجميل ما تمش كما ينبغي عند متخصص في التجميل. وخلي بالكم بقى ان احنا بنحط قاعده مهمه جدا في مش في طب الاسنان بس، في كل فروع الطب، ارجوكم فهموا ان الامور ترجع الى متخصصنا. كل فرع في طب الاسنان دلوقتي بقى له متخصص، وعدم فهمك او عدم تقديرك لانك انت تقول ايه دكتور السنان ده صاحبي فانا هروح اعمل عنده كل حاجه وهو اللي يعمل لي كل حاجه، لا، اصلا هو صاحبي قوي، انت هو كده لو مد ايده على اسنانك في كل حاجه يبقى مش صاحبك ولا يعرفك، فخلي بالكم من هذا الكلام. النهارده هنتك قوي على المعنى ده، هل، وسؤالي، هل التجميل الخاطئ سيكون معه كوارث مستخبيه؟ ده سؤال مهم جدا، هيكون من ضمن مضمون الحلقة المهمة جدا مع ضيف مهم جدا، واحد من ميجا ستارز عالم الأسنان، بنينا مع بعض فكر مهم جدا وثقافة مختلفة في التعامل مع طب الأسنان، كان له دور مهم جدا في تغيير وعي الناس ونقل فكرة التخصص والتيم وورك لأفكار الناس الموجودين في العالم العربي، وأقام هذا الدور بإجادة شديدة جدا، وما زال بيبدع بأفكار متميزة للغاية وباستخدام تكنولوجي متميز للغاية، خلى مصر لها مركز مهم جدا على خريطة السياحة العلاجية في عالم طب الأسنان. ضيفي العزيز واحد من ميجا ستارز هذا العالم، الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، المدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي، والمؤسس لوايتي للأسنان. أهلا بك. أهلا بك يا دكتور، منورني. ربنا يخليك. عايز أبدأ بقى معاك الأول بالسؤال ده، هل لو حد راح عمل تجميل عند غير متخصص فأصبح تجميل خاطئ، هيتبع هذا التجميل الخاطئ أكيد خلل وظيفي في الأسنان نفسها، ولا المسألة مسألة عيوب شكلية وبوظ شكله بس؟ طيب،
خلينا نتفق ان تجميل الاسنان هو من اعقد العمليات في طب الاسنان. انا عارف. تمام؟ يعني هو مش عمليه سهله ولا زي اي حاجه ممكن حد يخش يشتغلها لا ده اعقد عمليه زي كده عمليه القلب المفتوح في القلب. هو صناعه وخطوات مبنيه على بعض واستشاريين كتير، يعني مجموعه من الخطوات لازم تتعمل صح علشان خاطر يطلع تجميل الاسنان صح. طيب انت السؤال واضح جدا، هل لو عملت تجميل للاسنان بشكل خاطئ هل ده هيضرني في شكلي بس ولا ليه ضرر وظيفي؟ اكيد 100%. تجميل الاسنان الخاطئ ليه اضرار وظيفيه، وتعالى نعد. واحد، لو انا مش عامل العضه مظبوطه، والعضه دي العضه الاطباق ده من الحاجات الصعبه جدا ان اي حد يعرف يظبطها، دي محتاجه دراسه، محتاجه حد متخصص عارف المناطق اللي فيها العضه السليمه وشكلها، علشان خاطر حتى لما بيجي احنا لما بنيجي نسلم الاسنان احنا بنقعد احيانا نعمل فاين تيونينج الواحد على 10 من الملي، 1/10 من الملي ده حاجه ما تتشافش وما تتحسش، تفرق في العضه، تفرق في الاحمال اللي نازله على السنه. فالعضه ممكن تطلع مش مظبوطه تعمل لي مشاكل في الاربطه اللي ماسكه السنه نفسها وتعمل لي تهتك فيها فتعمل لي تاكل في العظم اللي حوالين السنان، ادي حاجه. الحاجه الثانيه انها تعمل لي حمل على مفصل الفك بتاعنا، فالحمل على مفصل الفك ده يبدا يعمل لي خشونه في مفصل الفك يتبعه الطرقعه، وبعد كده الخشونه تزيد يحصل تاكل في مفصل الفك نخش في مشاكل زي زراعه مفصل الفك وقصص كبيره جدا، وانا رايح في الاخر ايه اعمل تجميل. فالجزء الوظيفي في الاطباق ده مهم جدا، وده بيحتاج متخصصين على اعلى مستوى عشان يعرفوا يظبطوه. الحاجه الثانيه تحضير الاسنان، وده كلمه السر. تحضير الاسنان ليه برينسيبلز، بتعمل فينير ليه برينسيبل، بتعمل كراون ليه برينسيبلز او ليه قواعد، وهي الحفاظ على حاجتين مهمين جدا قلنا منهم واحده اللي هي الفانكشن، الاهم كمان حاجه اسمها البيولوجي. البيولوجي يعني صحه الانسجه الداعمه للاسنان. السنه دي في حواليها انسجه بتدعمها عشان تفضل في مكانها. الانسجه دي عباره عن ايه؟ عباره عن اللثه والليجامنتس اللي هي الاربطه اللي ماسكه جذور السنه في العظم والعظم اللي حوالين السنه. طيب لو انا عملت حاجه اسمها فيوليشن، او انا بحضر الاسنان قربت بالتركيبات ديت اكتر من 2 مللي، يعني بقى البعد بينها وبين العظم اللي حوالين السنان اكتر من 2 مللي، انا في الحاله دي بعمل حاجه اسمها فيوليشن او انتهاك بالعربي كده لحرمه الانسجه الداعمه دي، فيبدا يحصل تاكل في العظم والتهابات شديده، وتبقى الحاله طول الوقت يقول لك انا عندي التهابات وعندي دم وعندي مشاكل كبيره جدا حوالين الايه التجميل بتاعي. هنا ده من ايه؟ من التحضير الخاطئ. طيب من البرنسبلز بتاعتنا الحفاظ على نسيج السن نفسه، لا انا اشيل اقل ولا اشيل اكتر، لو شلت اكتر يبقى انا شلت من سطح السن الداعم ليا فضعفت السن، ولو شلت اقل فانا بالتالي هحط فينير هتبقى عندها بلك هتبقى تخينه فشكلها هتبقى مش جماليه، فبالتالي حتى الكميه اللي بتتشال سواء في الفينير او في الكراون اللي هو في الفينير اللي هو اقل حاجه اللي هو بنسميه تخشين ممكن نشيل لغايه 0.2 اللي هو سمك ورقه ما يعني، وهنشوف فيديو اللي متشال من السنه تقريبا لا يذكر، بس بيتشال بطريقه معينه عشان يتعمل حاجه اسمها فينش لاين. فينش لاين ده اللي بتخش الفينيره بات جواه علشان خاطر ما يحصلش تسريب. ليه بقى؟ من ضمن الحاجات الغلط برضو ان يبقى في فجوات بين الفينير وبين السنه، لازم الفينير ده لو اتعمل صح. يعني بص هنا في الفيديو انت شايف التركيبات كانت ضغط على اللثه، هنشوف الفاينل هيبقى عامل ازاي. هنا بنركب السنان سنه واللثه ده له علم. بص بقى شكل التركيبه، التحضير، طريقه اللزق ده، انت عارف بروتوكول اللزق ده لو انت مش متعلمه صح 100% انت ممكن اللزق يفك او اللزق يبقى فيه فويدز ويدخل بواقي اكل. الكراون انت عارف الكراون او الفينير ده لو اتعمل صح انت قفلت على السن بتركيبه ليها ثلاث ميزات، واحد غير قابله للتلون، اثنين غير قابله للتسوس يبقى انا حميت سنتي من التسوس، ثلاثه اقوى من سنتك الطبيعيه فاقدر اكل بيها بشكل طبيعي. طب عارف التركيبه دي لو اتلزقت غلط ايه اللي يحصل؟ تبقى العكس، تسوس لك السنان اللي تحت لانها تدخل بواقي الاكل تحتها، وانت بتغسل سنانك ومبسوط ومتاكد ان انت بتغسل سنانك بواقي الاكل دخلت من ورا الفينيره وبقت محشوره بين الفينيره وبين السنه، فتقعد بقى انت ساب بقى بكتيريا قاعده تعمل لنا تاكل في الاسنان،
واحد حط فينيرز وجي بعد 3 4 سنين لقى سنانه كلها مسوسه من تحتيه، هو من ايه؟ واحد بعد ما يعمل الفينيرز يقول لك ده انا بقت ريحه، يعني الريحه بتاعت بقي مش لطيفه قوي، وعلشان عمال اتحشر في الاكل من تحت وعمال يتجمع وانت مش عارف تنضفه. ما حصلش التعشيقه بين الفينير وبين التعشيقه دي بقى بتيجي منين؟ بتيجي من التحضير، بتيجي من التحضير الصح. عشان كده واحد جاي يعمل تجميل اسنان قد يقابل عندنا في مركزنا 4 استشاريين، واحد يعمل اللسة، واحد يعمل العصب، واحد يظبط لي العضة بتاع تركيبات متحركة يظبط لنا العضة لو هو ما كانش عضة عايزين نكريت عضة، دكتور تحضير، واحد بيعمل التصميم، خمسة وانا بعمل تجميل يا جماعة، بعمل فينيرز مش بعمل مثلا ريهاب او كيس جاية بنبنيها من اول وجديد، لا انا بكلمك في فينيرز عادي خالص، الحالة كانت محتاجة علاج لسة تعمل لها ليزر مع استشاري علاج اللسة، او تعمل سيرجيكال مع استشاري اللسة العادي، احتاجت علاج عصب اتعمل علاج عصب، احتاجت تحضير عملها استشاري تحضير ديزاين، انت كل خطوه بتبني عليها عشان في الاخر اخد تجميل سليم. تجميل سليم يحافظ على اسناني للابد. احنا بنشتغل من سنه 2000، بتبسط جدا لما باب الحالات عاملينها 2003 او 2004 فات عليها 20 سنه، بتجيلي حالات عامله اسنان يعني النهارده مقابل حاله عامله اسنانها من شهرين. كل المشاكل انا بحكي فيها دي موجوده فيها ليه؟ ما هو انا مفيش في طب الاسنان عصا سحريه او دكتور خد كل العلم، ما فيش حاجه اسمها كده. انت لا انت بتبقى علامه في الزراعه وعلامه في التركيبات وعلامه في علاج العصب وعلامه في الليزر وعلامه في اللسه مين ده؟ دي بقى التخصصات صعبه جدا، ومن كتر العلم اللي فيها محتاجه واحد يتخصص في حاجه، فاهم قصدي؟ ده كل الطب كده. ما الفكره بقى ان ناس ستيل هي بقول لك دكتور سنان، مفيش اسمها دكتور سنان يا جماعه، انسي كلمه دكتور سنان دي، دكتور سنان دي زي كلمه دكتور بشري، انا متخرج اسمي دكتور سنان، حضرتك متخرج اسمك دكتور بشري. طيب عايز اروح اعمل القلب، عندي مشكله في القلب اروح لمين؟ لا لدكتور ده ايه؟ انا عايز اقول لك لا عايز اقول لك دلوقتي في جوه القلب، جوه القلب ايه؟ مثلا في البطنه في دلوقتي دكتور سكر وفي دكتور كلى، ما ينفعش. ايوه ده غير ده العمود الفقري، في دكتور عنق وفي دكتور الفقرات، في دكتور مخصوص لصوابع الايد، في واحد جراح صوابع ايد هند، هو ايد هو كده في التجميل الوش، في واحد بتاع مناخير بس مش حاجه تاني، بس بيطلع المناخير عامل ازاي معلم ما بيشتغلش. بص بقى هنا خلينا نتكلم على حاجه بقى، لو انا بصحى من نومي واهب حياتي للتجميل ما بعملش حاجه غيره، يبقى انا اتعلمت فيه، عملت كل الحاجات وشفت كل الكيسز وشفت كل المشاكل وتعاملت مع كل الحالات، اكيد هبقى شاطر جدا جدا جدا. اكتر من واحد النهارده عمل شويه حشو عصب وبكره جات له حاله تجميل عملها وبعد سنه جات له حاله تانية فكان نسي اللي عمل. لا التخصص يا جماعه مهم، وانا والله بتكلم على التخصص طول عمري مش ترويجا لينا، انا بتكلم التخصص للناس. هو على فكره احنا مش المركز الوحيد اللي بيشتغل على التخصص، ومش الدكاتره الوحيده المتخصصه، بس احنا بدانا نحط قاعده للعالم العربي كله ان التخصص اسمه تخصص. التخصص مفيش حاجه اسمها دكتور اسنان. انت حضرتك دكتور اسنان استشاري، حضرتك استشاري في ايه يا فندم؟ علاج جذور. يبقى اشتغل علاج جذور. حضرتك دكتور تقويم؟ استشاري تقويم؟ يبقى تقويم. اهلا وسهلا، تعمل احسن تقويم في الدنيا. ما تتكلمش في التجميل، تكلم في حته التقويم. ما تقدرش تتكلم في الزراعه، يعني 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 احنا في كيسز بتجينا الناس ما بقاش فاهمه، هو جاي يكشف النهارده تمام، ففجاه لقى نفسه بيتعرض على 4 استشاريين، عنده ضرس محتاج زراعه، يخش الاستاذ دكتور الزراعه يكتب له خطه، يخرج من عنده يقول له طب انت عندك مشكله في اللسه، هتخش عند دكتور اللسه عشان انا مش هينفع اشتغل لك الزراعه ولسه عندك ملتهبه، فيقوم داخل استشاري اللسه يكتب له خطه اللسه، يقول له بس انت بقى وانت شغال انت اللسه في جزء منها من سبب تعبها ان انت اسنانك معوجه، الحاجه هتطلع لاستشاري التقويم عشان يحل لنا عوجه السنان، عشان لما نصلح لك اللسه ما ترجعش تاني لان عوجه السنان هتفضل عامله التهابات على طول. بص الحاله دخلت عشان تكشف، عشان جايه عشان مثلا هتزرع لقى نفسه لا هيحتاج يعمل تنظيف جير، لا ده تنظيف الجير كمان، لا خد بالك ده انت عندك التهاب ناتج من التقويم، فانت في مركز عمال يلففك علشان خاطر تاخد احسن خطه علاجيه ويتكشف عليك من كل متخصص، عشان في الاخر كل ده يحصل له انتجريشن او تكامل، عشان في الاخر تاخد خطه سليمه تحت اشراف استشاريين علشان في الاخر سنانك تعيش للابد، ده الهدف بتاعنا. عندنا حاجتين، تكنولوجيا وخبره وذوق حلو قوي او موهبه جفت.
حلو. مين فيهم يعني هل انا عندي اعتقاد، انا هقول لك اعتقادي، ان دول جناحين لطير واحد، ما ينفعش طير يطير من غير جناح من الاثنين، لا من غير التكنولوجيا ولا من غير الخبر. بس ازاي الاثنين يتناغموا؟ لان عارف في بعض الاحيان التكنولوجيا تبقى هي الصوت الاعلى، انا عندي جهاز كذا وعندي جهاز كذا، ويبقى هو ده الكلام على الاجهزه. تمام. وفي ناس خصوصا جيل الاكبر مؤمن جدا بالخبره، فبيتكلم على انه الموضوع كله خبرات والاجهزه دي مش هتقوم بدور كويس، وحصلت خناقه بين الحاجتين دول على فكره. تمام. هنتكلم في على في العموم. في العموم الاول لو انا عندي خبره واب تو ديت، يعني بتابع المؤتمرات وبتابع الحديث، هلاقي نفسي دايما بجيب الاجهزه الحديثه عشان استخدمها، لانها هتساعدني وتساعد المريض وتريح المريض وهتديني اكيرسي، هتديني دقه في التعامل. تمام. ده في كل مجالات طب الاسنان ما عدا التجميل. التجميل هو لوحه فنيه تعتمد في الاساس على العلوم الهندسيه. خد بالك اللوحه الفنيه اللي بتترسم بالايد دي ومهارتك اليدويه دي، انت ليها بعد هندسي وابعاد فنيه مبنيه على العلم، عشان نبقى متفقين برضو. بس انت نفذتها ازاي بايدك، فاهم قصدي؟ يعني الحرفه بتاعت الايد. فالتجميل يعتمد على حاجتين، على المهارة اليدوية والفن والذوق، مع استخدام التطور العلمي في المواد، في المواد مش في تصنيعها، في التطور المادة نفسها. يعني على مرور السنين كان ممكن دكتور شاطر جدا في التجميل يعمل تجميل بالكومبوزيت وهيطلع شكله حلو. كانت مشكلة الحشوات التجميلية، وأنا اشتغلت بيها من 2003 وكنت بعمل تجميل شكله جميل جدا، بس الحشوات فيها مشاكل، بعد فترة بتلون، بعد فترة بتتكسر، مع إن أنا عملت تجميل وقتي لحظي جميل حلو جدا. أنا استفدت إيه بقى؟ استفدت لما طلع التطور الطبيعي لمادة زي الإيماكس اللي طورتها شركة إيفوكلار في سويسرا، اللي عملت ماتيريال تضاهي قوة السنان الطبيعية، فاهم قصدي؟ يعني تضاهي قوة الأسنان الطبيعية، مقاومة للتسوس، مقاومة للتلون، واقدر امانيبيلات بايدي اطلع سنان. لما تبص هنا انت شايف السنان دي، لما تكبر السنان دي قوي انت هتشوف التفاصيل بالظبط، هي باين هناك جزء من التفاصيل بالظبط بتاعت التصوير السنان. ده بتصوير احترافي على فكره بالظبط، نفس تفاصيل السنان اللي مع الطبيعيه. لان تفاصيل السنان الطبيعيه ايه؟ الطرف، اول حاجه الطرف بتاعها شفاف، ومش شرط يبقى شفاف ازازه، لا عشان نبقى، لا في ناس بتتفنن كده يقوم عامل ايه الترانسلوس، تلاقي حته خط ازاز كده يدي لون جراي، هو مش كده، هو مفيش حد، انت شفت حد اسنانه الطبيعيه كده؟ لا انا لازم ابقى طبيعي. على فكره انا عندي شفافيه بس مش باينه هي جايه منين، لانها ديفيوز مبنيه جوه طبقات السنين، مش انا راسمها، مش حاططها بالقلم، مش ملونها، لا دي مبنيه طبقه على طبقه على طبقه علشان تديني الشكل الطبيعي ده. ده قمة التجميل. التجميل ان انا ابقى عامل سناني شكلها حلو قوي بس تبقى طبيعية جدا. انت لما تقابل الكيس دي تقول لها طب انت عاملة تبييض، انت عاملة تقويم، مش يجي في خيالك ان ده تجميل، لان حتى الكسرة الرفيعة اللي في اخر السنة معمولة. عارف لما يجي يقول لك ايه ده التمثال ده هينطق، يعني ايه التمثال ده هينطق؟ تفاصيل، يعني انت باصص عليه ده ناقص يتكلم، تفاصيل، صح كده؟ هي السن الصغيرة اللي انت شايفها صغيرة دي انا بشوفها بني آدم. بني آدم ليه تفاصيل، ليه عينين، ليه روح. التمويجات اللي في سطح السنة، ما همش عامل بقى ايه، كان في موضة كده لما قعدنا نطلع ونقول ايه التمويجة اللي جوه سطح السنة، الاقي المعمل جايب السنة وداخل عاملها لي مشرطها لي. يا عم مش كده، هو احنا بنقول يبقى فيها تمويجات اللي زي بتاعت ربنا؟ هو ربنا السنان خالقها، بتشوف فيها الشرط دي، دي التمويجات دي جوه في السنه من جوه نتيجه تراكم السن. بص بقى هنا لما كبرناه، شوف بقى كميه التفاصيل اللي في السن. شوف احنا ممكن عد، ممكن قوي. انا هقول لك على حاجه، انه اللي بيعمل تجميل هنا يخلي طرف السنه متساوي تماما، وده غلط. هو مش حد سنته كده، مفيش حد طرف سنته متساوي تماما. لو اتعمل متساوي تماما عينك هتجيبه على انه ارتفيشال، على انه مش طبيعي، على انه مش طبيعي. فهنا لا، بصوا بقى في زي تاكل كده، زي في حته كده، وبعدين في النص في السنترال انسيزورز بص تلاقي السنان معموله طبقا للشكل الكلاسيكي بتاعها، وفيها تعاريك بالعرض زي السنان الطبيعيه. لا بقى شادنج، ده شادنج يعني، ده هاند ميد. ده على فكره دي انت عارف السن دي عشان تتعمل، عشان كده لما بتيجي الناس تقول لي ده انا رحت الدكتور عمل لي
خد لي حضر لي السنان الصبح وصورها لي بالكمبيوتر وسلمني بالليل. لا 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 اقول لها ده مكنه التجميل ده ده مكنه اهو ده مكنه يعني بلاط بيطلع الطبع. دي بتاخد مننا الفك الواحد بياخد مننا عشان نعمله تجميل اسبوع بنا ان ده طبقه اتحطت وتخش الفرن وتطلع طبقه وتخش الفرن وتطلع ونقعد نفنن ولا حط ديت لا زود دي حط هنا كلر حط انت بترسم لوحه للحاله فما ينفعش تقارن ما بين النتيجه دي وانا عايز الناس بقى اللي بتشوف الحلقه دي يا ريت كده يسجلوها واخدوا الصوره دي كده يطبعوها واللي عامل سنانه في يوم او عامل سنانه بتكاليف قليله قوي يقارن الاثنين ببعض ليه بقى لان برضو من ضمن المشاكل الكبيره قوي تيجي هتقول هو ليه في فروق في الاسعار طيب حضرتك النهارده يا ست الكل لو جه الراجل الجوهرجي اللي جنبك انت عارفه ان جرام الذهب النهارده ب 1000 جنيه جه قام منزل كده كتب ورقه قال يا جماعه جرام الذهب ب 300 جنيه لا ده مضروب هتشتري لا مضروب انت كست هتشتري في حتت في مصر على فكره بتعمل كده انت هتصدقي ان ده ذهب لا طيب لما تيجي كيسز انت شايفه النتائج دي الناس اللي بتعمل النتائج دي في العالم بتتكلم في رينج هل ينفع واحد يعملها بخمس الرينج ده يعني على فكره دي قضيه مخيفه جدا في كل فروع الطب مش بس اوعى تفتكر ان ده في الاسنان انا عارف انا بطرح ايه اللي هي فكره انت ليه بتصدقي في صحتك ان الرخيص هو الغالي صدقتيها ازاي بص برضو واحد صديق حبيبي جدا في العيون عندهم المشكله دي ضخمه جدا يعني بص ليه حد عامل لك ايه الليزك بكذا انا بكلمك بقى فروع الطب المختلفه وتلاقي مش مستهلكاته يعني حتى مش ما يساويش هي دي ما يساويش تمام انا اقولها يعني انت متخيله اللي انت رقم اللي انت بتقوليه ده اقل من تمن ماده الخام شاري ماده خام لسه هصنعها فازاي عايزه تقنعيني ان ده هو ده او انت عايزه تقنعي نفسك ازاي في صحتك فكري كويس علشان انا عمال اعيد في حالات معموله غلط فانت خسرتي فلوسك اللي انت دفعتيها ولما بتيجي تعيدي بقى محتاجه تعملي علاج عصب فدفعتي فلوس علاج عصب محتاجه تعملي علاج ليزر فدفعتي فلوس علاج ليزر محتاجه تعملي تغيري التركيبات فدفعتي فلوس تركيبات تاني كان ممكن كل ده يعمل بفلوس تركيبات مره واحده وخلصتي احنا عندنا مشكله كبيره في مصر جدا اسمها ناس ما عندهمش ضمير ضربوا كرسي في كلوب الجوده مقابل الثمن المنخفض عامه ده ما بيضايقنيش على فكره انا نصيحتي للناس انا شخصيا مش متضايق خالص عشان بس نبقى متفقين مش متضايق من الناس دي خالص ولا متضايق من الناس اللي راحت لهم خد بالك برضو يعني اقول لك على حاجه احنا مثلا لما بننصح الناس اقول له اعمل تنظيف جير كل 6 شهور تمام مش انا بنصحه لو هو عمل كده هو مش هيجي لي واعمل تنظيف جير كل 6 شهور فبالتالي هحافظ على اسنانه ومش هيجي لي انا اللي هخسر فاهم قصدي فانا ما بتضايقش لا من اللي بيضرب في الجوده ولا من اللي بيروح يعمل ليه لانه في الاخر جاي لي فاهم الفكره انا ما خسرتش انت في الاخر هتلف وفي السنان في الاخر هتبوظ وهتجي لي بص بقى الحاله مثلا دي هل دي حاله ينفع اشتغلها دكتور عادي انت شايف حاله السنان قبل عامله ازاي دي حاله رهاب دي فيها شغل لسه وعلاجات عصب وبنى ودعامات وعشان تطلع في الاخر الشكل ده كان ده يعني انا وريتك ده اللي تحت ده كنت تتخيل في يوم من الايام ان ده هو ده مستحيل فالفكره ان في كيسز هي والكيسز بقى اللي زي كده يقول لي دكتور انت تبرد لي سناني اصل انا مش عايز ابرد سنين ابرد سنانك فين سنانك انت جاي تعالج انت هنا تيجي تقول للدكتور لو سمحت سلمك بقي اديني سنان كويسه ما تقولوش انا عايز انت اصلا جاي يعني ده جاي سنان مخلوعه سنان مكسره سنان دايبه محتاجه تتعالج فالافكار بقى المسبقه اصل انا سمعت ان برد السنان انا ما عنديش طبقه مينا اصلا في سنانك عشان تبرد ده انت داخل في قصص اكبر بكتير فالكيسز دي اللي فيها المشاكل الكبيره دي اكيد مليون في الميه ادور على متخصص ادور على فريق متخصص لان دي فيها علاج لسه فيها علاج عصب فيها تركيبات التجميل في ناس عندهم برضو سؤال او بيدور في دماغ بعض الناس انه التجميل يعني اللي دخل في السايكل بتاعته هيحتاج الى اعاده صيانه بانتظام وباستمرار لانه التجميل لن يدوم لفترات طويله تمام ده في دماغ بعض الناس خلينا نتفق على حاجه التجميل بالماتيريال الحديثه يعني باحدث مواد موجوده دلوقتي في العالم لو اتعمل بإيد متخصصين
بنسبة كبيرة لو أنت عملت شروط الصيانة اللي هي الشروط الطبيعية جدا، أنا بغسل سناني قبل ما أنام، بستعمل مضمضة، بستعمل وترجيت، بروح مرة أشيل جير كل 6 شهور، أنت السنين دي بتعيش معاك تقريبا للأبد، مالهاش عمر افتراضي. تتكسر بقى في حادثة، لا أنت أنت بقى أهملت بقى واللسان حصرت وبوظت السنين، لكن التركيبات نفسها يعني إحنا مثلا جالنا حالات عاملين تركيبات 2003 التركيبة سليمة، ما عملش جير بقاله 12 سنة، السنان اتلخلخت وبتدخلها. بقوله ده انت شايف التركيبة اللي انا عملها لك اهي سليمة زي ما هي، هو ايه اللي باظ؟ انت ما بتشيلش جير بقالك 12 سنة، سبت العظم ياكل السنان لغاية ما السنان نفسها اتلخلخت، لكن تركيبتنا اللي انا بديك عليها ضمان زي ما هي سليمة هي. فانت لو عملت شروط الصيانة الخاصة بال 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 بالسنان الطبيعية وتتعامل، خد بالك انا ما بقولش دي شروط صيانة للتركيبات، دي شروط صيانة للأسنان العادية اللي هو زي ما قلنا بنغسل سناننا قبل ما ننام، بنستعمل مضمضة، بنستعمل ووتر فلوس وترجيت، بنستعمل بنشيل جير مرة كل 6 شهور، خلاص انا اسناني تفضل معايا ان شاء الله للأبد، ملهاش عمر افتراضي. مش هاجي اقول لك بعد 7 سنين يلا غيرها. هل الناس لازم تعرف انواع الماتيريال ولا دي حاجة يسأل عادي من حقه يسأل ويسأل الفروق ويجيب يقول طب هي طب انا كنت شايف الصورة الفلانية دي، طب دي ايه؟ طب الصورة دي ليه؟ طب ليه في فرق بين الاثنين؟ والله دي حالة كنا بنعمل لها زيركونيا لانها حالة ما فيش سنان اصلا وبنعمل كراونز او بريدجات، فبنستخدم ماتيريال مختلفة، هنا الفانكشن مهمة جدا او الوظيفة مهمة جدا، هنا ده الغرض التجميل فعملنا فيه كذا كذا. يعني بالذات التجميل اول جلساته قبل ما نشتغل احنا بنحاول نبقى فضفاضين جدا مع الحالات ونفهمها جدا علشان لما يجي يشتغل خلاص يبقى ما عندوش اسئلة خالص. فالتجميل بالذات اسمع من الحالة كويس، مهم جدا تفهم هو دماغه رايحه فين ونفسه يوصل لايه وتتناقش معاه قبل ما تبدا، لانه ممكن يكون عنده معلومات غلط انت تصلحها له، او ممكن يكون مش واصلك هو عايز ايه. ففي حاجات بسيطه جدا، يعني في ناس تبقى عامله تجميل حلو جدا بس هو كان نفسه اسنانه تبقى السنتين دول اطول شويه، وانت لو عملتهم اطول شويه هيبقوا حلوين عليه، فاهم قصدي؟ فاسمع من الحاله. وانا دايما بقول للحالات على فكره ما توريني احلى صور انت بتحبي شكل السمايلز بتاعتها، توريني صور اقول لها والله الصوره دي تنفع عليكي تبقى حلوه قوي. طب انت هنا انت قصدك من الصور دي انت عايزه السنتين دول طوال؟ اه يا دكتور نفسي دول بطول شويه. ايوه هخليهم لك طوال بس مش هينفعوا بطوال قوي عشان كذا، بس هخليهم لك اطول. هلعب لك في السنتين اللي جنبهم شويه اقصرهم شويه لان انا مش قادر اطولهم اكتر من كده لان العضه هتبقى فيها مشكله، فهديك الشيب اللي انت عايزاه بس بكاموفلاج. فاهم الفكره؟ لازم في التجميل بالذات، التجميل في عامل نفسي مهم جدا هو ارضاء الحال، فانت لازم تكون سامع منها كويس قوي علشان لما تيجي تعمل لها تجميل يطلع على هواها بالطريقه العلميه، كانها بالظبط شافت فستان عجبها بس هي مثلا مليانه شويه، مش هو بقى عامله بقى محزق لا اعمل لك الستايل ده بس يبقى باين عليك انت على تفاصيلك، يبقى باين عليك حلو. فاهم قصدي؟ في ناس كتير قوي بتسالني على خصوصا اللي جايين اجازات الاخوه العرب اللي بيجوا مصر، وخصوصا كمان ان في ميزه دلوقتي في مصر تخدم السياحه العلاجيه الخاصه بطب الاسنان، وهي انه سعر الجنيه طبعا يعني يخفر السياحه العلاجيه. انت النهارده عايزين نستغل الموضوع ده، احنا كده بنستغله بنستغله طول عمرنا. بس على فكره انا بتكلم بقى من الناحيه العلميه، المريض اللي جاي يعمل تجميل بالذات عنده خوف انه هيبقى بعيد عنك، يعني هيعمل وهيسافر. تمام. ودي اكتر حاجه تطمن الناس. احنا بنشتغل على دول الخليج من 2006. يعني بقى لنا كام سنه؟ 16 سنه. الحمد لله الحمد لله. الناس اللي بتعمل معانا تبعت اهلها كلها من 2006. ده معناه ايه؟ معناه ان هو قاعد من 2006 بسنان سليمه. وخد بالك في الخليج هو ما بيجيش كده، في الخليج اكتر 99% من الناس ما بيجيش لدكتور ما يعرفش حد اشتغله، يعني لازم يكون الدكتور ده في حد في حياته قبله شاف شغله. هو ما بينزلش على دكتور ما يعرفوش مستحيل. فاهم قصدي؟ لان هو خايف، فبالتالي هو بيبقى شايف حد عمل سنانه وعجبته فيقول لك ايه انا هنزل للدكتور اللي عمل سنان فلان. فمعنى كده عشان كده انا بطمن الناس ان فكره التجميل انه ديورابل، بدليل انا هضرب لك مثال بسيط جدا بس يكون زي ما قلنا التجميل اتعمل صح. واحد زي كريستيانو رونالدو، واحد زي توم كروز، دي ناس مهمة جدا، حياتها ماشية زي الساعة، ما ينفعش يتعطل، ما ينفعش يحصل له أي مشاكل، كل الناس دي عاملة تجميل بالتركيبات التجميلية. وكريستيانو زي ما أنتم بتشوفوه في الماتشات بيتخبط، بيتدغدغ، وبياكل وبيشرب وبيتمرن، في يومه ماشي طبيعي. هتقول لي الناس مثلا مضربة مثلا يقول لي ما هو معاه فلوس يغير، هو ما عندوش وقت يغير. لا وبعدين مش هيحصل، مش هينفع في وسط الماتش. بقول لك
هو ما عندوش وقت يغير. شوف منظر ان كان طارق. اه سيبك من الفلوس، هو ما عندوش وقت. لا انا كمان بحكي لك على انه في الماتش نفسه ما ينفعش كره تيجي في وشه واحد زي توم كروز يبقى ماشي وفجاه بيتكلم مع الجمهور، فجاه سنته وقت يعني. فالحاجات دي دوربل جدا بتستعمل صح. فالناس اللي بتيجي، احنا الحمد لله يعني من اكتر الناس اللي بتشتغل على السياحه العلاجيه بالنسبه للخليج، الناس بتيجي تقعد معانا اسبوع 10 ايام تخلص بيمشي خلاص. هو يعني كل اللي بيطلب منه يروح مره كل 6 شهور يشيل جير، ومن الحاجات النوادر جدا الحالات بتروح تشيل جير، فالدكتور فاقول لها بقولي للدكتور لو سمحت ان انت عامله تركيبات عشان هو مش هيبقى عارف. ففعلا تقول للدكتور قول لها فين التركيبات، لان هو مش شايف تركيبات، هو شايف سنان شكلها طبيعي جدا. ويسال بقى طب انت عاملاه فين؟ والله ده انا عاملاه في مصر. ده فعلا دي السنان شكلها جميل جدا وطبيعي جدا، ايه ده انا يعني ما تخيلتش، يعني لولا ان انت قلتي ما كنتش ركزت. فكل اللي بيبقى مطلوب منهم ان يشيل جير مره كل 6 شهور ومش محتاج يجي مصر تاني خالص. من الحاجات اللي انا بفتخر بيها جدا ان احنا لنا شعبيه الحمد لله في الدول العربيه. الحمد لله الحمد لله. احنا يعني مصر هي الدوله الاولى في السياحه العلاجيه بالذات في التجميل، سواء الاسنان او التجميل بشكل عام. مصر يعني من 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 الدوله رقم واحد. نتيجه ايه بقى؟ لان احنا المصريين طول عمرنا من ايام الفراعنه عندنا حرفه في ايدينا، عندنا صنعه. الصنعه دي اللي بتخلي دكتور التجميل وهو بينحت بيعمل حاجه شكلها حلو، بيخلي دكتور السنان ذوقه حلو بيرسم حلو، فايدينا حلوه، فده بيخلينا نطلع منتوج في الاخر شكله جميل. نورتنا وشرفتنا وابدعت كعادتك دكتور، وكالعاده دايما بتبهرني بتبهرني ضيف العزيز، واحد من الاسماء القديره الميجا ستار عالم طب الاسنان الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، والمدرب المعتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي، كان ضيفي كعادته مبدعا في الناس الحلوه. خليكم معنا.